عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم يا جماعة راح نتكلم عن مشروع مميز جدا يقع في الطرف الأوروبي من إسطنبول في منطقة إيسانيورت، وتتكون من 7 أبراج سكنية على أرض مساحتها 310 ألف متر مربع. طبعا عدد الوحدات السكنية في المشروع 2600 وحدة سكنية، تختلف من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة، وأربعة وصالة. طبعا المشروع فيه خدمات مميزة جدا، منها مسابح مفتوحة ومسابح مغلقة خاصة بالرجال ومسابح مغلقة خاصة بالنساء. أيضا لدينا ساونا، فتنس، حمام تركي، جلسات خارجية، مواقف سيارات مغلقة عبارة عن 3 أدوار تسع لثلاثة آلاف سيارة في هذه المواقف. تعالوا معنا نشوف نموذج من الشقق الموجودة في هذا المجمع. طبعا وصلنا للشقة. هذه الشقة عبارة عن غرفتين وصالة 90 متر مربع بنظام مطبخ أمريكي. في البداية زي ما انتم شايفين عندنا الانترفون مربوط بالمدخل على طول، فتحنا الكاميرا زي ما انتم شايفين. هنا عندنا المطبخ الأمريكي. طبعا هذه الشقة تباع بالفرن راكب جاهز مع دولاب المطبخ. عندنا مساحة الصالة، مساحة كويسة جدا تقريبا 30 متر مربع، ولها إطلالة جميلة جدا على المدينة وعلى المسبح، المسبح المفتوح للمشروع. أيضا لها إطلالة على بحيرة بيوك تشيكمجة. تعالوا نشوف الغرف الثانية. عندنا الهول هذا الصغير، وعندنا هنا غرفة 3×5 تقريبا، مساحتها كويسة وأيضا لها إطلالة جميلة جدا. في مقابل الغرفة هذه عندنا البانيو الرئيسي للشقة، طبعا تشطيباتها ممتازة جدا زي ما انتم شايفين. عندنا هنا الماستر بدروم نقدر نقول، أو الغرفة الثانية، مساحتها أيضا كويسة ولها أيضا إطلالة جميلة جدا. زي ما قلنا هذه الشقة عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة 90 متر مربع في الدور 23. زي ما شفتوا معنا في الفيديو الأول، شفنا الشقة الأولى، شقة نموذج عبارة عن غرفتين وصالة. تعالوا معنا الآن نشوف شقة بتصميم مختلف، غرفتين وصالة مساحتها 95 متر مربع. وصلنا لشقة أخرى نموذج آخر، مساحتها 95 متر مربع وغرفتين وصالة. طبعا أول ما تدخلوا الميزة أنه المساحة هذه مغطية على المساحة اللي في الصالة، ففي خصوصية أكثر في الشقة هذه. عندنا على يدنا اليسار في البداية غرفة مساحتها كويسة تقريبا 4×4 تقريبا، وعندنا أيضا نيجي هنا للبانيو الرئيسي للشقة، تصميمها جميل وديكوراتها ممتازة. عندنا هنا غرفة النوم اللي لها إطلالة جميلة على المدينة، مساحتها أيضا كويسة تقريبا 3×4 زي ما انتم شايفين، إطلالة جميلة على المدينة من الدور 23. تعالوا معانا نشوف الصالة. الصالة على يدنا اليمين هنا مباشرة، طبعا بنظام مطبخ أمريكي، دواليب راكبة، والفرن أيضا من ضمن الشقة زي ما انتم شايفين، مساحة كويسة تقريبا 4×5 تقريبا، ولها إطلالة جميلة على المدينة. زي ما انتم شايفين أيضا لها إطلالة على البحيرة، إطلالة خفيفة على البحيرة. استمتعوا بهذه الإطلالة الجميلة. طيب في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيه واللايك، وانشروا هذا الفيديو لأحبائكم وأصدقائكم، والأسعار والتفاصيل كلها موجودة أسفل هذا الفيديو في قسم التفاصيل. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.